ريان البدوي، عمري 30 سنة، جيت من زفزلفة نابل. البروجي متاعي ان اش نخدم على قصة بنية معناها يصير عليها العنف، معناها الموضوع دو باز العنف ضد المرأة. نجم يكون مش العنف المادي، اما حتى معناها حكايتنا تبدا براجل ومرته جاتهم بنية، الراجل خاب الامل متاعه خاطر ما جاش ولد، ومن هنا يبدا العنف. انا اش نعمل انيماسيون ستوب موشن، اش نخدم الحق انا من الاول قالوا لي عليه معناتها البروغرام، معناها قلت مش سير معناها حكايه، خاصه لازمك شركه انتاج، واحنا ذاك علاش معطلين على برشا دعم، على خاطر شركه الانتاج، شركه الانتاج مش سهل، رغم اللي قرايتي سينما ورغم ذاك صعيب باش نعمل شركه انتاج. ومن بعد معناتها فما شكون معناها خذا معاكم عمناول الدعم وحكى لي وراني كيفاش نعمل، شاركت بالدوسيه اللي عندي وتقبلت، معناها خاطرني انسان عندي بروجي كهو، ما عندي حتى كادر معناتها، وجست معناها قلت لهم بالكش معناتها لازم ليكيب نتاعي الكل يكون قاري سينما، ولازم معناها قالوا لي مجرد انك جون عندك بروجي وتحب تشارك فيه هذه فرصه.